سمارت كونسو. سمارت كونسو رجعنا معاكم ونكملوا رفقكم حتى نص النهار على إكسبريس اف ام. مختلف فقراتنا مواضيعنا توت سويت جو وقت لو شيفر كونسو. لو شيفر كونسو. لو شيفر كونسو. واليوم حابين نحكيو على التحضيرات لسيدي رمضان، شهر رمضان اللي على بواب، واللي حابين ناخذ فكره على الاسعار كيفاش باش تكون التوقعات بالنسبه لاسعار الخضار الغلال وباقي المنتوجات في رمضان. نحكيو باكثر تفاصيل مع سي فتحي بن خليفه المستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. سي فتحي اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بكم، شكرا لك، شكرا لك على وجودك معنا. سي فتحي، اليوم وضعية التونسي، القدرة الشرائية متاعو، الأسعار اللي كما نقولوا احنا شعلة فيها النار، خلينا نتمنى أنه بتدخ نعطيه حاجة إيجابية. هل الأسعار باش تكون في ارتفاع أو في انخفاض مقارنة بأسعار رمضان عام ناول؟ والله هذا يراه ديما يبقى رهين تصرف المواطن. الله تراه ديما هي تولد الاحتكار وتولد ذاك المضاربه وتولد ذاك الارتفاع. راهو كل شيء متوفر، كل شيء متوفر. انا حتى خذيت مقارنه اسعار السنه الفارطه والسنه هذه تذكر يوميا من سوق الجمله. تقريبا جل الاسعار متلاك بون. تقول لي البطاطا زايده على عام ناول 300 فرنك، الطماطم كيف كيف، الفلفل كيف كيف، البصل الشطر نتاع عام ناول، الجناريه كيف كيف، السفناري اقل من عام ناول، اللفت اقل من عام ناول، معدنوس اقل من عام ناول، البسباس اقل من عام ناول. موجوده كميات. راهو التصرف الغذائي كيفيه الشراء، انا مش نشري نتاع نهارين، ما نبداش نرغب نهار الاول. احنا عندنا تونس قبل بالعيد برمضان بنهارين، ثلاث ايام الاول نتاع رمضان ثلاثه، نشري ما حاسس به، ما نخليش المضاربين مع احترامي. نشوف فلاحنا بقداش يبيع، قداش توصل المواطن صافي مالو كير. انا نقول بعد بسعر معقول والمواطن يشكي بسعر غلاء الاسعار. علاش؟ موجود كل شيء، شويه ضبط النفس، متوفره الكميات، البطاطا مخزنه، البيض مخزن، الدواجن مخزنه، انا نسمع حتى اللحوم الحمراء ما نعملوش اللهفه موجوده. عندنا الكوارع نتاع الفلاح، الطبلات التربيه، التخمين موجوده، وما على كان شركه اللحوم تتحرك تعمل عقود، تشري من الفلاح، تزود، تنظم عمليه التزويد. راهو كل شيء متوفر. فضبط النفس عندك. سي فتحي، اعطيتني فكره انت على بعض الخضر، كنت تسمح زاده ماذا بيا فكره على الغليل، على خاطر الفتره هذه بتدخ ما نعرفوش جوستومون شنو فما غليل باش يكون متوفر في رمضان، وزاده حتى تواجد مهم على خاطر اليوم ما عادش خالتين على اللحم وعلى الحوت. على الاقل فكره مهمه اذا كان ناخذوا فكره على اسعار الدواجن. الدواجن توا سعر الدواجن يتباع اقل حتى من كلفه تقريبا 800 ملي. دواجن عند المذابح تو الساعة ب 6 دينارات، اللي هو الكلفة نتاعو 6 دينارات و885. الديك الرومي حدث ولا حرج، منهار الأسعار، شرائح الديك الرومي ب 10000، اللي الكلفة نتاعو تقريبا ب 14000. متوفر الدواجن، متوفرة البيض، خزرنا تقريبا 25 مليون بيضة، وعندنا إنتاج تقريبا نتاع 145، عندنا ال 200 مليون موجودين. اللهفة لا نشري ما حاجة كيفاش أكاو. شويه ضبط نفس، كل شيء متوفر. به سي فتحي، كل شيء راه ما نقولوش فيه رمي واحد. كل والله كل شيء متوفر. شويه المواطن رأفه بنفسه. والله رأفه بنفسه هكا. انت ركزت برشا على سلوك المستهلك وعلى اللهفه وغيره، باش نرجع لها النقطه هذه بتتخ مهمه ان غابيل في الاخر، لكن نحب نفهم شويه معناتها لا فاريسيون هذيا نتاع الاسعار. علاش مثلا معناتها الدواجن في انخفاض كان نجم نقولوا، علاش ذكرت انت بعض الخضر اللي تشهد انخفاض واخرى اللي تشهد ارتفاع، شنو يفسر هذا؟ احنا الفتره هذه تعرف تعدينا تجاوزنا كوفيد، والناس دخلت في ان ستريس. تاثير الوضع السياسي مؤثر حتى على نمط استهلاك، هذا نحسوه. ما عندناش سياح اليوم، دونك احنا انتجنا كميات ماهيش بعيده على عام ناول. ثم انخفاض، ثم ضغط على جيب المواطن. هذا لاحظوه، اللي مواطن مسكين سيء ما عادش عنده. نمشي للسامدي لسوق الجمله، نشوف الخضر والغلال ملوحه. ثم لسه المواطن بالرسمي كان يشوف قفة مواطن، راه مش كالخضرة قفة مواطن. المواطن ولا عنده سويع زايدة نتاع تعليم صغاره، ولا عنده كيرا ارتفع، ولا عنده كلفة النقل ارتفعت، المحروقات ارتفعت، فاتورة التليفون الجوال هاتف الجوال اللي ولات عادة مفروضة علينا. دونك عديد الحاجات الأخرى، مدخلات أخرى في قفة مواطن، اللي بداوا يأثروا على نمط الاستهلاك أو ديبون نتاع المواد الغذائية. فهمني؟ واضح. هذا هو
التغير من سنه الى اخرى. وضعيه الكل راهي تاثر على المواطن. بالنسبه للغلال سي فتحي ما عطيتنيش فكره، يمكن ماذا بينا نعرفوا الغلال خاطر نحسوا الفتره صعيبه خاطر ما فيهاش حاجه معناتها غله متسميه على الفتره هذيا معناتها. التفاح سنة ب 1970 عملوا نفس الفترة ب 2400، الكليمونتين السنة ب 1900 عملوا ب 1500، المالتي 700 700، المسكي دينار زايد على عملوا 200، الطومسون نفس السعر، القارص زايد 100 فرنك 800 900، الفراولو موجود، الدقلة 5000 5200 نفس السعر. تو تعرف آخر موسم القوارص موجود شوية القوارص. فما بعض البضاعة التفاح اللي ربما في المخازن. الفراولو باش يبدا، وتعرف فراولو تو مش يبدا يربح ان شاء الله من هنا الموسم رمضان يتعدل السعر نتاعو خاطر تو مازال فال. اي مازال غالي شويه. دونك في رمضان نتصور مش يخلط اسعار معتدله عند المواطن ونشري على قد فلوسي. حاجه اللي غاليه ما نقدرش عليها يودي نخليها تو غدوه ترخص. سي فتحي هذه التوقعات تقريبا كيفاش باش تكون الامور، الاسعار، المنتوجات الموجوده في رمضان، معناتها دون سا جلوباليتي هالمنتوجات هذه الكل، خضره، غله، حوت، لحم، دجاج وغيره، كي نقارنوها بصفه عامه برمضان عام نيول، رمضان عام نيول ما كانش ساهل برشا الحقيقه، ومع الكوفيد معناتها كانت كمان ظروف التونسي اصعب بتاتخ، توا يمكن ماشيين في الانفراج، ومعناتها الحياه الطبيعيه بدات ترجع. خلينا نقولوا يعني رمضان السنه باش يكون اسهل ولا اصعب كي نقولوا قفه التونسي؟ والله صدقني هو اللي حددها اصعب يسهلها على روحه ويصعبها على روحه. انا حاجتي مش نشري شويه سلق، ما نشريش اربع عربات سلق، نخلي اللي يبيع مع احترامي للي يبيعه نشري شويه شويه. اليوم لقيت الغله هذه غاليه ما نشريهاش اليوم، تاخذ نلقاها ارخص. والله احنا اللي نصعبوها على روحنا ولا نسهلوها على روحنا، كل تواضع. وانا راني مستهلك، انا هاني مستهلك، وواحد من حاجه نلقاها كي ديباس حتى العقل ما ناخذهاش، يعني ما ناخذهاش، لازم عليا نشري كيلو ما نعرفش نوع من اي سميها اي غلب 10 و15000، الناس يعيطوا التفاح 9000، لازم عليا ناكلوا 9000، ثم انواع تفاح 20 كاتيجوري يبدا من دينار حتى لل 9000، يا خويا نشري على قد فلوسي يعني. خليه هو اللي يحب يبيع ب 9000، ما شريتش اليوم وانت غدوه تو يضطر يهبط يخفض في الاسعار راهي. تطوير العاده الغذائيه والشراءات كيفاش نشري؟ شو سافوار اشتي؟ من غير لهفه، من غير ما نبدا لا يلزمني نشرك الحاجه اليوم، لا علاش لازم. سي فتحي علاش التركيز هذايا الوغ كو هما فما برشا حاجات يدخلوا في تعديل الاسعار في الاسواق، علاش التركيز على اللهفه وسلوك المواطن؟ معناتها سي كوم سي معناتها تعديل الاسعار في الاسواق مرتبط بصفه باكبر حاجه بسلوك المستهلك. ما عندوش في ثلاث ايام، ما عندوش في ثلاث ايام، بلاش. علاش يولي في رمضان فوق 4 فوسين؟ نبدل العاده، باش نعمل ربطه في جمعه نعملها في جمعتين، حسن حتى كيفاش نعمل كل نمط استهلاكي، الحاجه وقت ثابت عليها يرتفع سعرها يوسفيه، تولي العرض وطلب. انا برشا ناس مش يشريوا الارتيكل هذه في نفس الوقت وفي نفس الكميه، مش يرتفع الطلب عليها، اكيد جدا يبيع يستغل يقول لك لا خليني فرصه تو انا نشري اللي حاجتي به، ننقص من اللي حاجتي به، تنخفض ساعدل الاسعار بالطلب نتاعي، نخفض من الطلب نتاعي يولي العرض موجود وانا خفض. كيف هو العرض موجود نفس الكميه واحنا برشا طلبات، قعدت سوق العرض والطلب راي ما فيهاش شيء كبير، نخفض من الطلب نتاعي تنخفض الاسعار. واضح. والكميات متوفره راهو صدقني متوفر كل شيء. واضح. يعني هل بعض الازمات هذيا اللي شفناها واللي عشناها الايامات الفارطه نورمالمون مش باش تكون موجوده النقص في المواد والكل في رمضان؟ ما فماش نقص بالكل بالكل بالكل، كل شيء متوفر. انا الغريب في الامر حتى في الحبوب والفارينه والازمه المصطنعه. احنا عندنا في ديوان الحبوب يقول لك نضخ في نفس الكميه، شنو هو نقطه الاستفهام الكبيره هذه؟ شنو نضخ في نفس الكميه ولينا مش نوليو يشبهونا بشعب الفارينه والسميته ولا كلام هذا؟ واضح. 60 سنه استقلال متوفر نفس الكميات، نشتري حاجتي باجيت نشري باجيت. واضح. مش نجي نشري 4 10 باجيت تو لربما غدوه يوم، اذا كان غدوه ما شريتش خبز باش نموت انا. واضح سي فتحي، واضح مهم هالتوصيت هذايا وترشيد الاستهلاك، يعطيك الصحه يا سي فتحي بن خليفه. شكرا لك. المستشار الاقتصادي بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، حابين ناخذوا فكره على الاسعار خاصه في مقارنه برمضان عام ناول، كيفاش باش تكون اسعار المواد الغذائيه، نحكيو على خضره، غله، لحم، دجاج وغيره، كيفاش
مش باش تكون في رمضان مقارنه برمضان عامني. ولكن هذا لو شيفر كونسو جوستمون. سي فتحي بن خليفه ركز برشا على سلوك المواطن والمستهلك. نحكيو على حاجه اخرى تهم زاده سلوك المواطن اللي هي تقليص من استهلاك البلاستيك. اليوم دعوات متكرره ودعوات معناتها متعدده للتخلص من البلاستيك وتنبيه من مخاطر البلاستيك. اليوم اسكو التونسي ماشي في التوجه هذايا، قاعد يحاول يستهلك بطريقه تكون صديقه للبيئه، محافظه على البيئه؟ رجعنيشي للقفه، للساك قماش، للساك اون كارتون وغيره. اسكو التونسي نجم يستغنى على البلاستيك في حياته اليوميه والا ما نجمش؟ وهوني لازم اكثر توعيه واكثر تحسيس. ال 71 725000 باش تتفاعلوا مع الموضوع، موضوع الشارع التونسي بعد لحظات. ال 11 الكلمه ليكم في الشارع التونسي لليوم. واخر روبريك باش تكون دقيقه صحه اللي فيها باش نحكيو على الناس اللي مش مسموح ليهم انهم يصوموا رمضان. علاش؟ على خاطر عندهم امراض. شنو المخاطر اللي تنجم تشكلها على صحتهم في حال انهم يصوموا رمضان؟ هذايا نحكيو فيه مع دكتور مدثر مرزوق، يكون معنا في دقيقه صحه. خليكم معنا بعد لحظات فلاش بوخس مع وليد برحومه، وراجعين في ساعتنا الاخرى من سمارت كونسو حتى نص النهار.